مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات خاصة بالعيد، وما زلنا في أسبوع العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وأخواتنا الأباط طيبين. طبعا النهاردة هنعمل من الوصفات اللي بنحبها كلنا، اكيد البسكوتات ليها معانا يعني ايه حظ ونصيب ان شاء الله. النهارده هنعمل بسكويت النشادر، بسكوت كلنا بنحبه وانا شخصيا بموت فيه، ما بقطعوش طول السنه موجود في البيت عشان بحب قوي اكله الصبح او ممكن اكله مع حاجه بالليل. تعالوا كده نشوف احنا هنعمل ايه غير بسكوت النشادر. احنا وعدنا صديقتنا ام جوزيف امبارح ان احنا هنعملها الغريبه، ان شاء الله هنعمل الغريبه بس الناعمه البيضه هنعملها ان شاء الله، وهنعمل كمان بسكويت لكل اصدقائنا اللي ما بيحبوش يعني هنعمله بالزيت بعيدا عن الزبده والسم اللي بيتضايقوا. وكمان ليكوا حظ معايا على الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي لكل الوصفات الخاصه بحضراتكم بعيدا لمرضى الحساسيه. انا معاكم لو عوزتوا اي اسئله، وبشكر حضراتكم للمتابعه وشكرا انكم بتابعوني من خلال قناه الاهلي. اسمحوا لنا بقى نبدا. يلا اول حاجه الشوط الاول بتاعنا بدا وهنبدا نقول مقادير بسكوت النشادر. اول حاجه عندي 750 جرام من الدقيق، كيلو لربع من الدقيق، عندي نص كيلو من الزبده النيوزيلندي، طيب او اي نوع زبده حضراتكم تفضلوه، عندي 200 جرام سكر بودره يعني كوبايه، عندي 100 ملي من اللبن يعني نص كوبايه، معلقه كبيره ممسوحه من النشادر، ومن 4 لـ5 بيضات على حسب حجم البيضه، انا سبتها اختياري، اللي عايز يكتفي باربعه ماشي، اللي عايز يحط 5 ماشي، هو كيلو دقيق عموما بياخد 5 بيضات بالنسبة لبسكوت النشادر. طيب الفانيليا طبعا أكيد مش هنستغنى عنها. طيب أنا هبدأ بالزبدة. على فكرة البسكوت النشادر بينجح بالسمنة كمان، يعني أنا كل ما هلاقي حاجة كده في الوسط نقدر يعني نستغنى عن الزبدة ونقول مثلا ممكن بالسمنة، ممكن بالسمنة هيبقى رائع. وفي كمان بسكوت بالزيت، يعني في كل حاجه، بس طبعا البسكوت بالسمنه بيطلع ناجح بس في حاله واحده، اما تعملوه بالمكنه، يعني لما تبقى المقادير بتاعت حضراتكم مش على جيب الحلواني، على المكنه بتاعتنا بتاعت زمان اللي احنا عارفينها، بيطلع مظبوط كمان وجميل جدا. طيب هبدا اول حاجه اوريكم بس قوام الزبده. القوام بتاع الزبده يعني ما هوش ايه، مش عايزاه يبقى زي ما بيقولوا ايه كريمي او بدات خلاص تسيح زياده، انا عايزاها ماسكه نفسها بشكل او باخر، بس حس ان انا احط صباعي يفضل ايه يعني بدوس، هي لسه جامده شويه معايا. طيب هاخد كده سباتولا من هنا بسم الله، وهروح على العجان. طبعا اللي مش عنده عجان مفيش مشكله، نقدر نعمل ده بايدينا على فكره، نقدر نعمل ده بايدينا جدا وهيطلع ناجح برده، نقدر نعمل ده بالمضرب الكهرباء او بالمضرب السلك العادي، بس انا شايفه ان مضرب السلك العادي ده هيبقى مرهق لحضراتكم قوي لايديكم، الاحسن نعمله بايدينا بقى على طول. يعني في الافران، في الافران بيعملوه على ايديهم على فكره في طبق كبير كده، ويروحوا عاملينه على ايديهم على طول، وساعات بيضيفوا له حاجه اسمها ريحه الموز بتتباع عند العطار، وغالبا ما بيحطلوش نشادر عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، بتاع الافران ما بيتحطلوش نشادر، بيحطوه بالفانيليا كده على طول، ما بيتحطلوش اي حاجه من النشادر، النشادر دي احنا بنعملها في البيت بس. بسم الله هطري بس الزبده شويه ضربه كده لوحدها قبل ما اضيف سكر البودر. واسمحوا لي اشكر كل اصدقائي متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي واللي متابعيني على الصفحه الشخصيه، تحيه لحضراتكم، واوعدكم ان شاء الله هنزل لكم حاجات صحيه، بيتي فور صحي، كحك احنا نزلناه صحي، عملنا بسكوتات كمان صحيه، ان شاء الله كل حاجه انتوا عاوزينها نعملها ونعملها كمان من خلال برنامجنا، اذا الوقت ما ساعدش ان احنا نعمل كل ده في رمضان، بعد العيد ان شاء الله نعمل حاجات لمحبي الاحتفاظ بالبسكوتات دي طول السنه عندكم في البيت. ان شاء الله هتستغنوا عن انكم تشتروها من بره. وخلينا برضو نقول ايه، انه في بعض الاماكن والمحلات المحترمه للحلويات بتستخدم خامات كويسه جدا، بتستخدم الزبده النيوزيلندي دي، ولذلك ممكن تكون ايه الحاجه قيمه الحاجه عندها غاليه، بس بتبقى والله مكلفه حاجتها، لكن احنا نقدر نعمل ده بكل سهوله في البيت وما نبقاش محتاجين للشراء. احنا زمان كانوا اهالينا بيعملوا كل حاجه في البيت، وكان زمان بيتعمل كمان في البيت بس كمان بعامل يدوي يعني بالايد. بسم الله نضرب بقى كده خليط السكر ال 200 جرام مع الزبده اللي احنا حطيناها. ونخلطهم كويس قوي لحد ما الخليط ده يتجانس كويس جدا جدا، علشان ايه؟
علشان يبقى كريمي شويه. وهجهز بقى جنبي كده هنا البيض. طبعا خلوا بال حضراتكم البسكوت الفلاحي، البسكوت الفلاحي بتاع زمان اللي كنا بنعمله الهش الرائع ده. خليني كده ايه اخد كده هنا، بصوا هنا انا حطيت على الدقيق ايه رشه ملح، اقلب بس فيها الدقيق كده. وبعدين اللبن بقى اللي معايا ده انا هدفيه هنا على النار كده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده، عايزه ادفي اللبن، اللبن عايزاه دافي. بسم الله، ولو عوزت زياده هزود. انا ممكن ايه الكيلو دي بياخد بالظبط كوبايه لبن وبياخد 5 بيضات. بصوا بقى الزبده افتحت ازاي، لسه برضو هنزل اللي في الجناب. بصوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي، جميل ازاي. تعالوا بس ايه نزل اللي في الجناب كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، عشان ايه لما يختلطوا يبقى الخليط كله داخل كويس في بعضه اهو. بصوا بقى بتطلع خليط جميل وما تخرصش مننا. طبعا البيض كالطبيعي بنستخدم بيضه بيضه، لو احنا هنستخدم السمنه في الوصفه دي يبقى حضراتكم هتحطوا السمنه وتكون شويه ماسكه نفسها، مش سمنه سايله زي الزيت، لا سمنه مرمله. طيب بسم الله نخلط خلطه كمان. وهاخد كده معايا الفانيليا مع البيض. وبعدين هقول لحضراتكم على حاجه، بسكوت الفلاحي بتاع زمان الهش ده بيتعمل وكانوا بيضيفوا له برتقان، يعني يحطوا البرتقان ونص كوبايه مثلا ويروحوا مدوبين فيه على طول معلقه النشادر، فكانوا ياخد الطعم البسيط ده من غير قشر برتقان ولا حاجه، كانوا بيحطوا النشادر ومع البرتقان. بصوا بقى الزبده كمان بدات تفتح، لونها كمان يفتحها اكتر واكتر. بسم الله هبدا بقى هنا وهي شغاله كده، هضيف بيضه 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 تتشرب، اضيف التانيه. بسم الله هنحط الفانيليا ومعانا زينه. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا فاس؟ اهلا إيه؟ وسهلا يا زينه، ازيك حبيبتي؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، كل سنه وانتي طيبه. وحضرتك طيبه وحشتينا، والجمال بس والتالق احنا مش قد الحاجات دي والله. يا روح قلبي ده انتي كلك ذوق، يا روح قلبي ده جمال عيونك انتي والله. حبيبتي ربنا يخليكي، واحنا عايزين نبارك بس على ماتش الرجاء والصعود للدور الرابع النهائي. طبعا الف الف مبروك يا حبيبه قلبي. الحمد لله احنا في غايه السعاده والله، والاهلي هو سبب فرحتنا. يا روح قلبي دايما دايما يا رب يبقى سبب فرحتكم دايما يا حبيبه قلبي. حبيبتي ويا زينه هتسلم على حضرتك بسرعه بس قوي. طبعا اديهاني. الو ازيك يا سيف عبيم، عامله ايه؟ اهلا 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 اهلا، ايه القمر ده؟ وحشتيني قوي. وحضرتك كمان. عايزه بوسه بقى. وانتي بوسه من هنا ومن هنا. كتير قوي. حبيبه قلبي. انا بحبك قوي وعايزه ابارك على ماتش الرجاء والجداوي. طبعا الف الف مبروك للاهلي يا روح قلبي، الف مبروك للاهلي. دايما كده يا رب في نجاح وتالق، دايما رافعين راسنا دايما. تسلمي لي يا زينه، ميرسي يا حبيبه عمري، ميرسي ان انا سمعت صوتك يا حبيبتي، شكرا ليكم. طيب انا دلوقتي نزلت اول بيضه اتشربت تماما، بصوا بقى هبدا اشغل كده بالراحه وننزل البيضه بيضه ثانيه لحد ما ايه نخلص كميه البيض بتاعتنا، دول نزلوا مع بعض ماشي اهو، والخليط هيبدا يفتحها خالص. بسم الله اهو نشرب كميه البيض كلها، وحطينا طبعا الفانيليا. طيب انا دفيت اللبن ورفعته دلوقتي عشان انا مش عايزاه سخن، انا عايزاه دافي اهو. وحطيت هنا ال على الدقيق احنا حطينا ذره ملح صح، هاخد بس شويه العصير البرتقال دول، وادي النشادر. بسم الله تعالوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده عندي هنا ال النشادر، خليها بس اقلب الدقيق الاول شويه واحطه، انا حطيته خلاص مع ذره الملح، هنزق شويه بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ما بنزلش بالكميه كلها في الاول
لحد ما اشوف القوام، لان ممكن قوي نوع دي ده يختلف عن نوع دي اللي حضرتك بتستخدمي. دايما بامن نفسي لما يكون انا ازود افضل بكتير ما انا الخليط يبوظ مني وانا ببقى مش عارفه اتعامل معاه لحد ما ادوب. بس انا النشادر اوريكم فوران النشادر بيبقى عامل ازاي والتفاعل بتاعها. بسم الله نخلط كده الخليط شويه، وطبعا ايه ادخلهم في بعض، وبعدين هغير الكف بتاعي ده ضروري عشان خلاص الشبكة دي هيبقى تقيل عليها العجين. دي برضو مهمة عشان حضراتكم تحافظوا على الايه الادوات او الاداة بتاعت الايه العجن ما تتكسرش او الشبكة دي تتكسر. وناخد بقى الكف بتاعنا، ومعانا هشام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فندم، اهلا بيك. انا هسميكي ست عظيمه العظيمه. الله يخليكي يا فندم، شهاده على راسي من فوق والله. شكرا. يا شيف عظيمه انت، احنا بنشكر الاهلي ان هم جابوا لنا ايقونه جميله. الله يخليك. وعايز اقول لك انت حليتي لي لغز ما 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 كنتش عارف احله طول حياتي. ايه هو؟ ان مراتي ترضى عني وتشوف معايا قناه احنا الاثنين نشترك فيها نتفرج عليها. يا نهار ابيض. طب الحمد لله يا فندم، دايما متجمعين في الخير يا رب دايما. انا يعني كنا دايما في اوقات اجيب انا القناه وهي عايزه تقلب القناه، دلوقتي بتقول لي لا انا هشوف معاك الاهلي. يا فندم ده شرف ليا والله بجد وعلى راسي من فوق. شكرا وتحيه لزوجه حضرتك بجد والله بشكرك جدا. شكرا لحضرتك، حضرتك مش محتاج اي حاجه. طب او هي محتاجه اي حاجه؟ احنا بنغلب ايوه في الفته الاصليه القديمه بتاعت زمان بقى، بالثوم بالسلطه. حاضر من عينينا بس كده، فته بالموزه. نبقى سعداء يعني. حاضر يا فندم من عينيا بس كده. حاضر من عينيا الاثنين نعملها. وتحياتي لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب واسرتك جميعا يا رب. شكرا جزيلا ليك استاذ هشام. شكرا. متشكرة جدا والله، الكلام ده غالي عليا جدا والله بجد. شكرا لحضراتكم. انا هحط هنا بصوا اللبن دافي، هحط معلقة النشادر وهقلب وهوري حضراتكم القوام هيتغير على طول. بصوا ده حد بيتصل اسمه كده هدية يا جميلة، انا معجبة باسمك اصلا حبيبتي هدية بجد والله. معانا هنا بنات جمال جدا في الكنترول بجد والله، يعني للأمانة كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني أنا سايباها بس شوية هوري حضراتكم قوامها، بصوا بيعلى ازاي وقوام اللبن بيختلف. هزود بس شوية دقيق صغيرين وهنضيف بقى الايه النشادر بتاعتنا مع اللبن. العجينة دي عجينة لجيب الحلواني، لجيب الحلواني. هزيف برضو البرتقال، بيدي طعم حلو قوي يعني مع الايه مع الخليط الحلو ده، مش هيقول لا. بصوا حضراتكم خليط اللبن اختلف ازاي، هجيبه هنا تشوفوه اكتر. بصوا الخليط بقى هنا كده، خليها كده، عايزه اوريه لكم بالمعلقه معلش. شوفوا بقى تفاعل النشادر، اللبن يبقى دافي شويه. بصوا بقى عامل ازاي اهو. طبعا البسكوت ده بس ده بيتفاعل اسرع واقوى وما ينفعش ننتظر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ما ينفعش ننتظر عليه؟ يعني لازم نخبز البسكوت على طول، لو سبتوه هيتخن وهيطرى وهيبقى وحش جدا، يعني يتقطع على طول مباشره اول ما يخلص العجين. تعالى نبص بصه، انا حطيت طبعا شويه من سوائل البرتقال، نشوف كده. رائع. بس لا هنحط بقى شويه دي اللي باقيين. شفتوا بقى انا الواحد بيامن نفسه، ودي من اجمل الحاجات ان الواحد يحط المعيار مظبوط. بس حتى لو انا ضامنه انه مظبوط فخلينا دايما نامن نفسنا بشويه اخيره من الدقيق لاخر لحظه. وكده انا خلاص هديله بس خلطه بسيطه وهبدا اشكل الايه بسكوت بتاعي. بصوا بقى خليط البسكويت، بسم الله ما شاء الله هوري لحضراتكم. الله شايفين ده مفيش اجمل من كده. طيب ناخد بقى جيب الحلواني، انا مجهزه لحضراتكم هنا التاب دي بتاعت اللي هي المشط.
بنعمل بيها البسكوت التقليدي بتاعنا اللي احنا عايزينه. طبعا تقدروا تعملوا اي اشكال. لو حضراتكم عايزين ما تستخدموش جيب الحلواني وتستخدموا الماكينه بتاعه البسكوت، هتزودوا 250 جرام، هيوصل للكيلو دقيق، هيوصل للكيلو دقيق. هي دي، وهي بتبقى كوبايه معيار الميجرنج كاب 250 ملي. انا بقى هاخد من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبالسباتيولا كده عشان ابدا اطلع الخليط احطه اشكل مع حضراتكم. بصوا بقى، دي عجينه لينه لجيب الحلواني، ماشي اهو. طبعا بيطلع هش وجميل، كل الاحوال حلوه. ماكينه زمان مفيش احلى منها. لسه كنا بنتناقش مع بعض واحنا موجودين سوا في الكنترول، بنقول انه مفيش احلى من ايام زمان، ايام ما الواحد كان في بيت العيله والسجان بتاعه الافران الشباب كانوا ينزلوا يجيبوها الكبيره، وكنا نخبز ونعمل ده، والماكينه حد بيلف الماكينه وحد بيقطع البسكويت في الصاج عشان يبقى مظبوط وشكله حلو. هناخد بقى كده وناخد كمان منا واحنا بنشكل البسكويت. اهلا يا منا. عظيمة، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، شرفتينا. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. حبيبه عمري، وانتي بصحه وسلامه وسعاده يا رب. ربنا يخليك. انا كنت بكلمك قبل كده بس انا قعدت ادور عليكي، بقى تابعتك على قناه انا طلعت هنا في الاهلي انا يعني ما كنت، انا ماليش اصلا في الكوره ولا في يعني في الرياضه، بس انا بصراحه برضو قلت لازم اكلمك واسمع. يا حبيبتي، يا حبيبتي تسلمي. واقول لك تسلم ايدك على كل حاجه، دايما متالقه ومفيش حاجه بجربها من تحت ايدك الا ما بتطلع زي الفل. يا رب سعيدك حبيبه قلبي، تسلمي لي. ربنا يخليك يا حبيبتي. يعني الكحك بتاعي كان عامل ايه والبسكويت وكل حاجه زي الفل. تسلم ايدك يا شفاعه. يا روح قلبي تسلمين، انا بشكرك جدا، ميرسي لذوقك وشرفتيني ونورتيني بجد والله العظيم. وربنا يخليك يا شيف عظيم، وكل سنه وانت طيبه يا رب، ودايما متالقه كده ان شاء الله باذن الله. امين يا رب، احنا وانت، واسمع صوتك دايما حبيبتي. شكرا ليكي والله، يعني سعيده جدا جدا، وشكرا انه يعني الناس اللي حتى مش بتتابع الكوره بس بتحترم المكان وبتتصل وبتتابع، انا بشكركم والله فعلا جدا جدا. بصوا بقى التشكيل، بصوا بقى البسكوتة جميلة ازاي. عايزين تطولوها تقصروها، دي ترجع لحضراتكم. ماشي، انا بظبط بقى الجناب دي زي ما انا عايزة. بصوا بقى، انا دلوقتي اهو بشد عشان يبقى رفيع. طب افرض انا عايزاها بسكوتة تخينة شوية محملة، بعمل كده. بصوا، بتخن، بمشي بالراحة واتخن. فما بتخن بتخن معايا الايه؟ البسكوتة. ماشي اهو، شايفين حضراتكم مفيش اجمل ولا احلى من حاجه البيت الجميله والاجواء الحلوه اللي ايه اولادنا يساعدوا فيها، واحنا كمان بنبقى مبسوطين قوي، يعني احساس رائع. كمان ندى وكلهم يبقوا مبسوطين. حبيبتي ربنا يسعدكم جميعا، والساده المشاهدين وكل اللي بيشوفنا وبيتابعني على قناه الاهلي او بيتابعني من خلال صفحتي الشخصيه، ربنا يسعدكم جميعا يا رب، شكرا جزيلا. بصوا كده، شوفوا الجمال. الله ما شاء الله. طبعا البسكوت ده هتعملوا بقى اكتر من صاج، لازم نسيب مسافات كده بينهم، بيدخل على طول على الفرن على الخبز 180 على الشبكه في النص. لو فرن حضرتك حامي زياده خليه 170. ماشي اهو، هحطه على الشبكه فوق، وطبعا نخلص الصاجات على طول. يعني احنا دخلنا دول الباقيين بيتشكلوا سواء من خلال الماكينه او من خلال جيب الحلواني. دلوقتي احنا خلصنا بسكويت النشادر، واتمنى يا رب ان الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. واسمحوا لنا بقى، بما ان الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول، هنطلع لاستراحه ونرجع نستكمل مع بعض في بدايه الشوط الثاني في انتظار حضراتكم.